مش كده لقيت عيل امه قالت له بره وراحت قافله الباب. فلم يزل يطرق الباب ويبكي وينظر من صائره، الباب فيه حتت خروم كده تبص منها كده، فينظر من صائر الباب ويقول اقسمت انني لا اعود، اقسمت لك انني لا اعود، افتحي امه وانا لا اعود، ويبكي. ففتحت له امه وقالت الم اكن قد حذرتك، الم اكن قد توعدتك؟ فقال افتحي ولا اعود. ففتحت واحتضنته، فبكى ذنون وقال وجدت قلبي، وجدت قلبي. ايه النظريه دي؟ ايه ايه ان لا مش ترجع بقى، انه قاعد يعمل ايه؟ انك كل يوم قاعد تخبط يا رب انا مجرم وغلطان، والله العظيم انا عارف ان انا مجرم بس ما عصيتك الا بشهوة سرت في نفسي، وعزتك ما افتأت على احكامك ولا اتعدى حدودك، وانما نفس جاهلة وشيطان ودنيا وهوى، وها قد كرعت مرها يا سيدي وانطرحت على بابك يا سيدي، وانما انا صنعتك يا سيدي وليس لي الا انت يا سيد. طول الليل وانت قاعد. مر محمد بن المنكدر على شاب فوجده يقول قد عصيتك في غفلة مني، واعلم ان نارك قد اعدت لمثلي، فوا ندماه على شباباه، فوا ذلاه اذا اتيت اليك، ومنكره من عملي، وخجله من قدومي. ثم سكت. قال محمد بن المنكدر فوضعت يدي فمي على صائر الباب وقلت يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، فسمعت صوتا في الارض، حاجه وقعت كده. فذهبت الى صلاه الصبح وعدت فوجدت جنازه، ووجدت عجوزا فقلت من هذا؟ قالت ولدي. مر عليه رجل البارحه فقرا عليه ايه فانفلق لها كبده فمات. ازاي استجاب للايه كده؟ انا عايز افهم هو استجاب كده بسرعه ازاي؟ ابن تيمية بيقول كان الوالد اقوى من المحل، قوة المشاعر للقرآن لما سمعه كان اقوى من جسمه، فعمل ايه؟ شق قلبه نصين، ما قدرش يستحمل. ازاي؟ بهذا التململ، تقف كده تدعو الله عز وجل وترغب اليه، ثم تأخذ لنفسك صحبة صالحة وتسلك ان شاء الله عز وجل ستكون زي ما الغلام كده. ما تنساش قصة الغلام ده، قعد يخبط ويقول معلش ويعيط. قال ابن رجب ومن قبله ابن القيم من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، بس يفضل إيه؟ مدمن، كل يوم يقوم في السحر ويقول أنا معلش أنا غلطان، أنا تائب، أنا راجع، أنا كل يوم كده يحدث ربه في السحر. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا توبة ترضيه.